تقريبا يمكن كان عمري 14 14 يعني أيوة. في بحر ال 14 كنت 15. تغني بوقتها او اي انا كنت من زمان انه كنت احب العود وكذا وكذا وكذا، وكنت ادندن بيني وبين حالي بس ما كان احد يعرف يعني. والوالد ما كان يعرف انه هيك بتدندن لا بينك الله وبين يرحمه. نفسك لا او شيء؟ الله يرحمه يا رب. طيب برضو رح نتابع في هيوتا من تونس. بونسوار عزوز، انا حياه من تونس، حبيت نقول لك اللي احنا نحبوك برشا في تونس ونتمنى انك تشرفنا بزيارتك لبلدنا، اذا ممكن تغني لي اي اغنيه للمرحومه ذكرى وميرسي يا عزوز، عليك نموت يا احلى من طعم التوت. حبيبة قلبي، حياه 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 حبايب قلبي، كل الشعب التونسي وكل المغرب العربي كله. أيوة. يعني من جد من جد كذا، ما تحسي نفسك مبسوطه كذا لما يعني مثل ما حكينا حب الناس والناس بتحبك، والله يديم سبحان عليك الله، الله لا محبة يغير علينا. الجمهور يعني يعني. فعلا 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 سعيد جدا انه العالم متواصل معي من كل مكان يعني. وبرضه اوجه تحياتي لكل العرب المتغربين في الدول الاوروبيه والاجنبيه، انه وصلتني يعني قدروا يتواصلوا معي برضه هم يعني، ما تقول والله انه لا والله مشغول بدراسته او كذا. ف يعني شيء جدا رائع، الله لا يغير علينا يا رب. اللهم امين. طيب طلبت انه تغني، فانا هلا كثير يعني بيكونوا قلبين كرهانيني مش طايقيني، يعني انه نازله اسئله نازله اسئله ما غنى شيء لسه، فطلبت هي تغني لذكرى، انت شو حتختار؟ ذكرى الله يرحمها طبعا من اروع الاصوات اللي افتقدتها الساحه الفنيه. المايك شو رايك؟ سوري حتغني غير مايك؟ اوكي سوري، انا عصبي وسوري عادي. كذا اوكي؟ اوكي حبة تعقبه؟ منيح هيك منيح. ذكرى وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر، لا تراجع قريبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك انا مش ممكن ابدا اصبر على الاشواق، يوم لما تسافر وحياتي عندك وحياتي عندك. يسلم هالصوت. الله يسلمك يا رب. بعدك متابع بالفوكاليز ولا انه لا خلاص بعد الاكاديمي في والله ان شاء اوقات الله معينه؟ ان شاء الله، هي صار في بيني كلام انا وصديقي ميشو ايه انه احنا راح نكمل باذن الله. بس تعرفي بس خلص بعض الامور كذا على اساس اتفضل الموضوع ان شاء الله اكيد باذن الله، انه شيء كويس كذا الصوت. بتحس انه يعني بيريحك يعني، ولا انه الفوكاليز متعب يعني عشان هيك لازم يعني؟ اكيد اللي لهم في مجال الصوت هم ابخص يعني. حبيبه قلبي مدام ميري اوجه لها تحيه، قالت انه من الاشياء المهمه للصوت، لانه تمرن الصوت، انت تمرن الصوت، قالت انه في كبار فنانين وكذا وكذا انه قبل ما يغنوا مثلا يطلعوا على المسرح يكونوا مسوين مثلا تمرين كذا للصوت اللي هو فوق البوكاليز. فباذن الله، وبعدين تعرف مساحه صوتك، تعرف انت وين راح تطلع ووين راح ممكن تنزل. بس كيف تعرف احنا كنا كل واحد له ميزه بصوته، أوكي. اللي يقدر يطلع عالي اللي يقدر ينزل تحت اكثر، فحلو حلو انه الواحد يقدر يكتشف اكثر يقدم لصوته او ايش ممكن صوته يقدم له. حلو. في سؤال حابب اساله عن الاكاديميه بالتحديد، بعد ما اخذت اللقب في شروط معينه مضيت عليها؟ هو كونترا الكونترا طبعا اول ما وقعناه طبعا انه
التزامات في الأكاديمية وكذا وكذا وكذا، ومن ضمنها أنه أنت ملتزم معهم لمدة كذا. كم المدة اللي أنت ملتزم فيها؟ المدة كانت موجودة كاتبين لنا في العقد أنه 16 أسبوع وقابلة للتمديد. أوكي. وقابلة للتمديد يمكن يزيدوها أسبوعين ثلاثة أسابيع زي كذا على حسب ما يتطلب البروجرام أو على حسب ما تتطلب بالأخص يعني سياسة البرنامج إيش هي. ففي شروط أنه إذا تم اختيارك أنت يتعين عليك فيما بعد انك توقع مثلا عقد ثاني اللي هو مع شركة ظاهر تابعة للـ LBC او شيء. باك ليمتد. لا ميجا ستار او ستار. أوكي. او فيها ستار هي زي كذا ما ركزت في الموضوع. كإدارة اعمال لمدة كذا من السنوات انه 5 سنوات كان لمحتها. كإدارة اعمال يعني. كإدارة اعمال وانه قابلة للتمديد وكذا وكذا وما يحق للطرف الثاني. تعرف العقود كلام كثير يعني انه ما اقدر انه يعني ارسلونا زي ما شاء الله الاشياء اجنت الورق هذا مجلد الله يديهم. فبس انه في شروط كذا وانت يلحقك كذا اذا صار كذا ففي اشياء معينه. ف انتهى الموضوع فقعدت اسال نفسي وين العقد اللي يقولون طيب وين هذا المفروض انك توقع الثاني وكذا ما صار شيء ما صار اي شيء. واسم الله ما شاء الله احس بلشوا على طول ستار اكاديمي 7 يعني اسمع انه لما كنت يعني باب الاشتراك لا كيف فتح كانه بدا التقديم على ستار اكاديمي فما ادري ظهر هل رجعت ثقه الجمهور السعودي ببرنامج ستار اكاديمي بالتحديد بعد فوز عبد العزيز؟ والله هذا السؤال تسأل الجمهور انا ما لا انا اساله لك لسبب بسيط جدا انت عم ترصد اجواء جمهورك ومحبتهم وتصويتهم فانت لمست انه التصويت وخاصه نسبتك 50.3 انه اوكي بس انه على الاشياء اللي كانوا يشوفوها أي. مثلا تحصل شخص حبه ما اعتقد انه ممكن يثقوا مثلا بكيان هالبروجرام لان هم كانوا يتابعوا اشياء انا ما اشوفها انا كنت جوا ما ادري عن الموضوع فلما طلعت برا العالم ترى كان كذا وصار كذا وما ادري ايش على الكلام اللي اسمعه منهم يمكن ما اعتقد مو ما يمكن الا فور شور انه ما اعتقد انه ممكن يثقوا ما اعتقد على كلامهم هم بس انا ما كنت ادري عن الموضوع انا انسايد البروجرام هذا ما ادري ايش الموضوع اوكي ومعزول عن العالم برا يعني انت عم تتابع رسائل محبي لك حتى الاس ام اس مرات كذا تشوفها يعني اشياء معينه اللي تقراها انت بس انه فلان 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 يقول لك غني لي بس يعني عمره ما انصر استطردوا في موضوع مثلا في مسج انه والله فلان كذا 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 لانه برضو كل شيء مثل ما قلت لك له سياسه معينه بس الحسنه اللي انا مثلا مستحيل اني اتنكرها انه هالبروجرام عرفني على هالناس عرف الناس علي شفتي كيف بس يعني طيب هلا بما يخص العقود كثير سالوك وحتى من اسئله منتداك الرسمي وبرضه من اسئله الاقلاع ومنتدى القمه يعني مجموعه من المنتديات للامانه اليوم لكم جميعا انت اللي حابب يعني انا حابه انت توجه لهم تحيه لانه لا تتخيل كم في قدهم على مرتين لسه جوا بالكنترول اللهم زد وبارك اللهم امين سالوا سؤال انه اكيد عم ترسل يعني عم تجيك عروض شركات حتى تمضي معك تستفيد من نجوميتك هلا خاصة انت الحدث هلا بالعالم العربي يعني على الساحة الفنية فمش بس يعني في يعني الساحة الفنية السعودية بلشت مشوارك غنيت اغنية ما شاء الله مع عبادي الجوهر فصارت السبوتات بشكل اوضح هلا على سلطان عبد العزيز يعني تواجد هالكم من هالشركات او هالعقود وانت بتعرف ونحن بنعرف هيدا يعني في ترابط بينه وبين ال بي سي بالكونترا اللي بينك وبينهم يعني ممكن هني يصير في تدخل من قبلهم او مثل ما صار مثلا مع هشام عبد الرحمن حتى قدرت ام بي سي تاخذ هشام عبد الرحمن دفعه الشرط الجزائي لل بي سي واستقطبته لشاشتها والله انا الموضوع ما انحكى فيه اي لا زال انه ما انحكى في الموضوع شفت كيف لاني انا مثل ما قلت كنت في معمعة الاشياء اللي انا كنت قاعد اسويها اساس اظهر للناس بس انه الموضوع في حالة انه مثلا شو اسمه دخلت في موضوع وفي عروض اوكي مثل ما تفضلتي بس انه برضه انا ما راح اتبع اي شيء انا راح اتبع الافضل لي انت بتقدم لي انا معك غير كذا لا والله خاصة صحيح. انا موجه نفسي للجمهور صحيح. يعني اوكي انا والله ما عندي استعداد والله مثلا اني ادخل مع مثلا مع شركة مثلا تحتكرني احتكار اوكي في النهاية ما توصلني بالصورة اللي انا ابغاها اوكي لانه هنا انا الفنان
هنا الان انا الفنان اوكي، فالصوره اللي انا ابغاها والناس تبغاها، انت الليدر برضو هون يعني انت الكنترول، هلا مش حدا حيجي يقول لك لا اعمل هيك سوي هيك. اكيد ف هي هي قصه انت الليدر اوكي، بس انه لما يكون مثلا في بينك انت وياهم كنترا اوكي، هم راح يفرضوا اللي عندهم او يقولوا لك هذا اللي عندنا اوكي، انا فيني امشي فيه وفيني احلها طريقتي اوكي، فهنا انا اللي احكم الموضوع. بس الموضوع انا يعني ما بتيت فيه حاليا لاني قاعد اشوف افضل عرض عشان اتخذ اجرائي و وانه خلاص افوت في الموضوع اللي هذا اللي وتعلم قرارك انه انا مع فلان او مع الشركة فلانية، مع احترام لكل الشركات وكل شيء، بس برضو انا راح تتهمني يعني قبلكم.